اليوم فريق الوداد الرياضي البيضاوي المغربي بعبع إفريقيا. شوط أول بمركب محمد الخامس، إصابتين لإصابة واحدة، كتبقى نتيجة إيجابية. مازال شوط ثاني في جنوب إفريقيا. فريق الوداد تكلموا بأنه بدا كيعرف واحد نسق أو الارتفاع أو الرفع من معنويات لاعبين، خصوصا بعد المراحل الأولى اللي مر بها نادي الوداد، خصوصا بداية الموسم. الفريق بدأ يتطور، بدأ يعطي ملامح ديال فريق قوي مستقبلا. اليوم كنا نمنيو النفس باش نشوفوا الوداد فائزة بأكثر من هدفين وما تسجلش وما تلقاش الشباك ديالنا هدف، لكن هذه كرة القدم. اليوم ما لعبتيش مع واحد الفريق ضعيف، لعبتي مع واحد الخصم محترم، خصم يجيد اللعب المستوى الكرات يعني الجميلة. اليوم عطانا نهائي كان في الموعد، نهائي بدون بلاغات، نهائي بدون بكاء، نهائي حضر فيه جمهور غفير وغفير جدا. تحية للجماهير الودادية، تحية للوينرز، تحية لكل من حضر هذا العرس الكروي الهام اللي عرفنا فيه واحد الفرجة جميلة رغم الأحوال ديال الجو. الحمد لله أمطار الخير تهاطت على بلادنا، كانت بمثابة هذاك الموتيفاسيون للاعبين اللي عطانا واحد مقابلة ندوب بكل صراحة رغم الإكراهات، لأن راه ماشي بالسهل غتلعب كل ثلاث أيام، ماشي بالسهل. هادشي ماشي مبرر، ولكن هادشي هو اللي غيخلينا إيجابيين. راه تربح حتى بثلاثة لزيرو، تربح حتى بجوج لزيرو، دائما غتبقى تسناك مقابلة ديال الإياب. أكيد دائما أكيد بحال واحد لزيرو بالنسبة لي بحال جوج، إمتى غدابا تأسوري حتى الإياب، لكن دائما كنقولها. وكنعرفوا الوداد كتعرف تسافر مصطفى. شوف الآن كنقول لك دائما المقابلات كيكونوا فخ. احنا عودتنا ان الوداد دائما فيما كتجي وكيعرف بان بقى تابعها واحد المقابله، يعني الشوط الثاني كتبقى ضاربه الحساب لهذيك المقابله. راه نقول لك انا اليوم راه ما نربحش بجوج زيرو وما نربحش ثلاثه زيرو ونمشي زعما نقول راه لا، ديما غتسناني مقابله. الان باش يبقى هذاك التركيز ويبقى بانني باقي ما تاهلتش، باقي ما فزتش باللقب، وهذه هو الامور اللي كتعطي دافع ايجابي للوداد الرياضي في جميع يعني المقابلات اللي جرينا. دائما كتقول اللاعبين غاديين وكيقول لا باقي تابعني مقابله صعيبه، باقي هذا تعطيك دائما 50-50، رجل واحد بقى لك 50-50 عندهم. وعودنا فريق الوداد الرياضي بانه دائما في المقابلات خارج القواعد كيعرف يسافر، كيكون في الموعد،